الخير والسعادة على حضراتكم برحب بيكم في حلقة جديدة من أنا وبيتي كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير سعداء إن إحنا معاكم النهاردة بنحتفل بعيد الغطاس المجيد يا رب أيامنا كلها أعياد عاوزة بقى في المقدمة أشارككم برسالة جات لي من جدة وعايزة أعرف آرائكم في الموضوع ده لأنه الحكاية دي في ليها مؤيدين وفي ليها معارضين في جدة بعتت لي رسالة بتقول لي أنا ابني متجوز والحقيقه انا متضايقه من تصرفاته اللي بيعملها مع عيلته فللوهله الاولى كده تخيلت انه بيعمل حاجات مش كويسه يعني. بتقول هو بعد ما اتجوز بشويه ومراته خلفت قعدها من الشغل وبيدلعها قوي ومدلع بناته زياده عن اللزوم ومبذر وبيصرف كتير قوي ومدخلهم مدارس غاليه قوي وانا خايفه عليه وخايفه على تعبه وخايفه على فلوسه وبنصحه بقوله له يا ابني يعني بلاش الدلع بلاش تدلعهم قوي كده بلاش كل حاجه يطلبوها انت تجيبها يعني ما ينفعش كده خلي بالك فهو يقول لها لا انا عايزهم يتبسطوا واصرف عليهم ويفرحوا بالفلوس اللي معايا وانا عايش احسن ما يتخانقوا عليها بعد ما اموت فهي بقى مش عاجبها الكلام ده ومتضايقه بتقول لي يعني انت لو مكاني كده مش هتبقي شايفه انه المفروض ان هو يحافظ على الفلوس اللي بيشتغل بيها بلاش يدلعهم قوي كده مش انت شايفه كده انت ايه رايك يمكن انا مزوداها شويه انا اتبسطت ان هي حاسه انه ممكن يكون تصرفاتها صح وممكن تكون غلط حقيقه انا مقدره جدا خوف حضرتك على ابنك وعلى مستقبله وعلى تعبه وعلى الفلوس اللي هو بيجمعها من شغله لكن تعالي كده نفكر لو هو كان عمل اللي انت قلتي عليه لو هو كان فضل انه يحوش الفلوس عن انه يصرفها على بيته وعلى بناته ويدلعهم ويبسطهم ويفسحهم ويعلمهم تعليم كويس كان هيبقى ايه الوضع اكيد طالما يعني اتعودوا على ليفل معين في المعيشه اكيد هيبقوا متضايقين لو نزلوا عنه واكيد هيبقوا متضايقين البنات لو خرجوا من مدارس مستواها كويس لمدارس اقل واكيد ده كان هياثر على علاقته بمراته واكيد الموضوع كان هيدخل فيه مشاكل كتيره جدا اعتقد انه أنتي مش هترضي انه ابنك يعيش في مشاكل الحقيقه انه هذا الزوج عائل جدا وحكيم جدا واضح انه بيحب مراته بيحب بناته وده كمان وراه تربيه محترمه يعني حضرتك ربيتيه تربيه كويسه وواضح انك ام عظيمه بحيث انك تطلعي راجل الراجل ده يكون ولاءه الاول والاخير لبيته ولمراته. والحقيقه انه الراجل ده طلع عاقل وطلع عنده حكمه انه ما يستمعش لاي حد بره حتى لو كانت والدته انها تغير في نمط وسلوك حياته او الحاجات الحلوه اللي بتسعد بيته بس ده راجل حكيم. ده بقى خدني لنقطة يمكن اتكلمنا عنها هنا في البرنامج كتير وسيدنا اتكلمنا عنها كتير انه احيانا المشاكل الزوجية لا بتيجي بسبب الزوج ولا بتيجي بسبب الزوجة لكن بسبب المؤثرات الخارجية اللي هي ممكن تكون ايه؟ الأب، الأم، الأهل، الأصدقاء، الأقارب، الجيران ومؤخرا السوشيال ميديا بقت أحد أهم المؤثرات الخارجية اللي بتعمل مشاكل في الأسرة يعني مثلا تلاقي ناس كده متطفله على حياتك وعلى علاقتكم وعلى بيتكم وتتكلم في تفاصيل مش المفروض انها تدخل فيها وتحسسك طول الوقت ان في حاجه ناقصاك وانك انت عندك عيب او عندك مشكله في حياتك. اتنين مثلا لسه متجوزين جداد ما بقالهمش كام شهر السؤال الاشهر اللي ممكن يتقال لهم هو ما فيش حاجه جايه في الطريق؟ سؤال محرج جدا وسؤال مؤسف جدا وسؤال موتر جدا الحقيقة ولو جابوا طفل ها فين التاني ولو جابوا بنتين فين الولد فتحس طول الوقت ان انت في سباق مع الزمن انت اكيد في حاجة ناقصاك والحقيقة ان النوع ده من المتطفلين لو الزوجين ما تعملوش معاه بحكمة هيتأثروا وتحصل بينهم مشاكل ناس تانية ممكن تدي لنفسها الحق انها تتدخل في تفاصيل حياتك وتملي عليك شكل حياتك انت ازاي مدلع مراتك انت ازاي مدخلهم المدارس الغالية دي انت شكل شغلك مش افضل حاجة مفروض تشتغل كذا مفروض تعمل كذا طول الوقت والحقيقة انه الناس دي لو اتعاملت مع زوجين ما عندهمش ثقة في نفسهم ممكن ده يهزهم لو الزوجة مش واثقة في نفسها وفي قراراتها ممكن تتأثر بالكلام ده لو الزوج نفس الحكاية ممكن يتأثر بالكلام ده وتحصل ما بينهم مشاكل كتير أما بقى السوشيال ميديا والعلاقات المبهرة على السوشيال ميديا وأنا مش عايزة أتكلم على الترند اللي على اليومين دول على السوشيال ميديا العلاقات اللي فيها إبهار اللي فيها حب زيادة عن اللزوم اللي فيها كلام كتير حلو على السوشيال ميديا وكلها صور حلوة وخروجات حلوة وسفر وفصح وأعياد ميلاد والكلام ده ده بيخلي الاتنين لو ما عندهمش ثقة في نفسهم ومش بيحبوا بعض قوي كل واحد يبص للتاني على انه ناقصه حاجه، ده مش شبه اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا. كنت اتمنى ان مراتي تبقى شبه فلانه، كنت اتمنى ان زوجي عاملني زي ما فلان بيعامل فلانه، مع انه ده كله حب مزيف ومظاهر مزيفه غرضها بس الشو على السوشيال ميديا. وبالتالي برضه لو الزوجين مش بيحبوا بعض قوي اكيد هيتاثروا باللي بينشر على السوشيال ميديا من مظاهر مزيفه. عشان كده رسالتي لكل زوجين أرجوكم ما تخلوش طرف ثالث يدخل ما بينكم، سواء بقى كانوا من الأهل أو الأصدقاء أو الجيران أو السوشيال ميديا، بلاش الانبهار ده، وخلى عندكم حكمة كده وتمييز وإفراز، إيه الهدف من ورا النصيحة؟ هل هي محبة ولا غيرة ولا رغبة في التدخل؟ لأنه في ناس كده هي طبعها تحب تتدخل في حياة الآخرين، لأنه مش كل ناصح هو محب، مش كل اللي بيقدم نصيحة هدفها أو وراها المحبة. وارجو من كل اب وكل ام عندهم ولاد لسه متجوزين جداد يا جماعه خلوهم هم ياخدوا قراراتهم خلوهم هم يعيشوا حياتهم بطريقتهم لو جم وطلبوا النصيحه اكيد مش هتبخلوا عليهم بالنصيحه لكن كل عصر وكل اسره وكل اتنين ليهم اسلوبهم في الحياه ارجوكم احترموا هذا الاسلوب طالما هم كمان مبسوطين وعايشين بسعادة اتمنى رسالتي تكون وصلت وبشكر حضراتكم انكم عندكم يعني رغبه في انكم تتواصلوا معانا وتشاركونا بمشاكلكم او افكاركم اللي ممكن تكونوا محتارين فيها. اما عن حلقتنا النهارده فاحنا عندنا عدد كبير من رسائل حضراتكم وعدد كبير من التليفونات هنستقبلها النهارده ونستمتع كده مع حضراتكم باجابات مبهره كالعاده مع نيافه الحبر الجليل الأمبابولا ومطران طنطا وكل توابعها بعد الفاصل خليكم معانا. برحب بحضراتكم معانا مره تانية فانا وبيتي ودايما حلقات الرد على المشاكل او الاسئله او الاستفسارات بتبقى من الحلقات المهمه جدا لاننا بنطرح فيها عدد كبير من الموضوعات يمكن في الحلقه الخاصه بالموضوع الواحد بنركز على موضوع واحد لكن هنا احنا بنتعرض لمشاعر كتير قد تكون صعبه لكن في نفس الوقت ليه موضوعات كتيرة نقدر ناخد منها خبرة حياتية بيساعدنا وبيشرفنا ويباركنا وينورنا كالعادة نيافة الحبر الجليل الأمبوبولا مطران وكل طابع نورنا يا سيدنا نانسي كل سنة ونيافتك طيب وبألف طيبين خير. وشعبنا كله بخير أنا بشكرك لأنه نيافتك موجود معنا في يوم العيد فده حرص كبير من نيافتك اننا كمان نبقى موجود على موجودين على الهواء عشان الناس تستفيد الحقيقه. كانت في مناسبه خاصه بالدوله النهارده الصبح واتصلوا عايزينك بكره الصبح في القاهره الساعه كذا يعني ما انا ما نمشي بالليل عشان اجي لهم الصبح بدري هنا فانا جاي من بدري قوي عشان حاجه ثانيه ف انا ببقى سعيد بكون موجود معاك هنا احنا حاجة. اسعد يا سيدي بلاقي نفسي في البرنامج ان انا بدخل كل جوه كل بيت وبقدر اغير كثير من النفوس ده شيء يفرحنا جدا ودي حاجه تسعدنا وتباركنا بالعافيه طبعا انا تعودت دايما انه أشاركك في فكرك وخاصة فكرك دايما واللي بتقوليه في مقدمة البرنامج هو انعكاس لانخراطك جوه المجتمع الكنسي ومعاملاتك مع المجتمع الكنسي. فأنت كلمتي عن الأم اللي بتتكلم مع ابنها. نمرة واحد عايز أكلم الأم. أو لا من فضلك شوفي ما تقيسيش تصرفات ابنك مع أولاده وزوجته بتصرفات جيلك. صح. لان في متغيرات كثيره جدا صح. يعني على سبيل المثال في جيل الام كانت الغالبيه العظمى مدارس حكوميه والقله النادره مدارس خاصه تابعه لطوائف مسيحيه في مصر صح النهارده الموضوع مش كده الموضوع النهارده بقى في انترناشونال سكولز بقت هي الغالبيه العظمى للوسط الاجتماعي اللي فوق المتوسط فده متغير في الماضي كان اقصى طموحات اي حد من المصريين يروح يصيف راس البر مرسى مطروح لو بعد شويه بلطيم النهارده بعد حرب 73 اكتشفنا سينا والبحر الاحمر والاول مره يبقى فيه في مصر قرى سياحيه متغيرات والولاد دول لازم يعيشوا المستوى بتاع دخل والدهم لان زمايلهم اللي على نفس المستوى بيعملوا نفس الشيء فبرضه اقول للام خلي بالك دي نقطه النقطه الثانيه انا الحقيقه بفضل ان ام الزوجه اللي تنصح في الاهتمام بالتدبير والتوفير مش ام, أم الزوج. الزوج, ولما الام الزوجه بتتكلم متى كده هيبقى اكثر تاثيرا واكثر فاعليه واقل ضررا انما لو ام الزوج هتقول له كده يا ما يسمع لهاش زي ما انت امتدحتيه يا اما تؤثر بالسلب على علاقته بولاده وزوجته الحاجه الاخيره هكلم الزوج حلو حبيبي انك تعيش ولادك حلو قوي بس لازم تفكر في بكره يعني اه على حسب مستواك المادي تعيشهم بس برضو فكر في بكره بكره في جامعه والجامعات الخاصه بتاخد قد كده بكره في زواج بكره شيخوخه فيها مرض عشان كده دايما بنقول اهميه التدبير المالي الواحد دايما بيحط حسابات الحاضر ده حقيقي. والمستقبل الواقع والمخاطر اللي قد تكون غير متوقعه يعني حط حساباتك كويس واشتغل على هذا الاساس نأري قريب الحقيقه وبناء على رغبه مشاهدينا هيتم اعاده حلقه التدبير المالي لانه ناس كتير طلبتها وهي موجوده على السوشيال ميديا بس ناس كتير طلبتها لانها فعلا كانت حلقه مهمه جدا. بس اقول لهم السبب؟ ماشي <applause> <applause> هم هيستنتجوا السبب هم هيستنتجوا السبب <applause> احنا عندنا هيكون عندنا حلقتين اعاده الفتره اللي جايه وحلقتين مسجلين وقريب جدا هنرجع مره ثانيه للهوا. أه بس طبعا احنا يعني ضغطنا على سيدنا جدا وزنقناه في الوقت علشان خاطر نلحق نصور دول فانا بشكرك يا سيدنا لا أنا عشان ما نتحرمش برده طوال الفتره اللي جايه دي من انه يكون في رد على رسائل المشاهدين ده أخد بيفرق معانا جدا اخذ بارك يا حبيبي أه عايزه عايزه ابتدي برساله ايجابيه وبفرح لما بنبتدي حلقه المشاكل برساله ايجابيه كده ايه تفتح نفسنا شويه آه الرسالة بتقول آه من آه نانسي بتقول أنا بشكركم جدا على البرنامج اللي تعلمنا منه كتير وسيدنا الغالي الأمبابولا اللي دايما كلامه جميل أنا حابة أشكر معاكم آه أشارك معاكم بتجربة إيجابية وأنا متجوزة من 8 سنين وتجوزت جواز صالونات بس بشكر ربنا على جوزي وأولادي صحيح كل بيت فيه مشاكل بس الشاطر اللي يعرف يعدي وانا من متابعي البرنامج السابق اللي كنا بنقدمه من سنين كتير وتعلمت كتير من سيدنا وازاي اخلي بيتي يكون سعيد وبطلب من سيدنا يصلي من اجل بيتي ويذكر جوزي شنوده واولادي مارتن ومارسلينو في صلاته ويقول لنا كلمه بركه من يفتو ربنا يبارك تعبكم وخدمتكم. يعني انا بشكرها بنتنا وبنتنا بتقدم نموذج طيب لتصحيح بعض المفاهيم. <تصحيح> فلما بتتكلم تقول زواج صالونات. أنا بس عايز أكلم بناتي اللي يقول لك لا زواج صالونات لا. هم عايزين يحبوا ويتحبوا قبل الخطوبة وبعد كده نتيجة العلاقة دي هو يتقدم للبيت. أحيانا زواج الصالونات بنتي هو واحد سأل عليكي ودور عليكي ودخل ودخل بيتك لأنه عارف إن أنت أفضل من يناسبه. بس يتبقى أمر معين انه تاخدوا وقت اطول حتى تشعري تجاهه بالارتياح ويبقى فيه تبادل مشاعر وممكن جدا يبقى زواج السالونات ده لان هو اللي اختارك دون باقي الناس يبقى اكثر نجاحا وخاصه اذا كان في التوافق في امور كثيرة اللي انا بتكلم عنها فانا بشكرها انها بتاكد ان ممكن زواج الصالونات يبقى ناجح الامر الثاني بشكرها ان اي بيت فيه خلافات إنما إزاي نتعايش مع الخلافات اللي موجودة؟ اتنين بيختلفوا عن بعض قد يؤثر في بعض الخلافات اللحظية المحدودة إزاي أنا أغير وأتغير بما يتناسب مع طبيعة الآخر ما حدش بيغير حد صح. إنما أتعايش مع طبيعة الآخر أنا بشكر بنتي وفي نفس الوقت بتطلب إن إحنا نصلي لزوجها ونصلي لها ربنا بنتي بارك فيك وبارك في زوجك وبارك في أولادك وبارك في بيتك وتبقي نموذج طيب لكل اسره مسيحيه. آه نبدا بقى في الرسايل اللي فيها مشاكل. مساء الخير انا حكايتي عجيبه آه انا متجوزه من 20 سنه وام الولدين الكبير آه في ثانوي والصغير في ابتدائي. جوزي تعب وعمل دعامات في القلب وهو كان عنده سكر وروماتويد شلته فوق راسي وربنا يشهد كنت بنام على سلم المستشفى من التعب. وعملت ده بكامل رضاية لأني بحبه وهو أبو ولادي وأنا ست صعيدية الأصول وعندي رقم واحد في حياتي هو زوجي، المهم خف ورجع شغله بس الشغل بسيط علشان تعبه تخيلي بقى أول ما رجع رد الجميل ازاي؟ عاش قصة حب مع واحدة متزوجة وللأسف هي كانت بتضحك عليه عشان تاخد معلومات للشغل منه يعني بيوصلها أسرار الشغل وهو فعلاً حد طيب جداً بس هي عرفت تسحبه وطبعا انا مسحوله في الشغل والبيت لانه مرتبه ملاليم غالبا انا اللي شايله البيت المهم لما اكتشفت الموضوع ده هو ندم وعيط واعتذر وصاحب الشغل اتدخل وطبعا فصلهم عن بعض خالص بس المشكله فيا انا سامحته كاب لولادي ولاني واثقه في طبته بس قلبي وجعني وتعبانه ومش مستوعبه انه عمل كده لان حقيقي عمري ما قصرت في اي حق من حقوقه هو اتغير تماما وخوفه علي علينا انا وولادي واهتمامه زاد بس المشكله فيا انا موجوعه قوي ومش عارفه ارجع معاه زي الاول ارجوكم انصحوني اعمل ايه خصوصا اني بحبه عشان كده انا حزينه انه باع وخان هي العلاقه بينهم كانت كلام فقط بس كلها خيانه ارجوك اعرضي مشكلتي على سيدنا امبابولا لان انا تعبانه وحياتي اتدمرت نتعلم من السيد المسيح السيد المسيح واحد في الريش دعاه يعمل له احتفال ويعمل له عشاء وجايب ناس كتير جدا وفجاه دخلت البيت امراه خاطئه الرجل الفريسي لما شاف المرأة الخاطئة دخلت وشاف اهتمام السيد المسيح بيها قال ايه؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة ومحالها انها خاطئة في حين السيد المسيح كانت نظرته مختلفة قال قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا وقال لها إيمانك قد خلصت الفرق بين الرؤيتين ايه؟ الفرنسي نظر الى ماضي المراه والسيد المسيح نظر الى حاضر المراه نظر الى حاضرها فامتدحها اما الاخر فنظر الى ماضيها فادنها وادان السيد المسيح بنت حبيبتي من فضلك انسي الماضي من اجل الحاضر انت بتتكلمي عن المتغيرات الايجابيه الكثيره اللي موجوده ده قولي اشكرك يا رب انك سمحت بالتجربه دي لانها غيرته للافضل فعيشي مع الافضل بدل ما تعلقي على السبب اللي خلاه افضل غلط اه وهو طيب اه والطيبين بيضحك عليه وانت فاهمه كده يعني فعيشي يا بنت الحاضر الايجابي وانسي وخاصة ان انت انسانة محبة وبتحبيه وكنت بتنامي على السلم حب في حبا فيه المحبة تحتمل كل شيء المحبة تغفر اغفري وعيشي ايجابيات الحاضر اعتقد الكلام ده هيريح يعني كلنا نعم أعتقد تحت الضعف لانه الكلام ده هي, هي اكيد كانت محتاجة حد يأكد على الفكرة دي إنها تقدر تسامح بدليل إنها نفسها ترتاح فبتكتب لنا الحقيقة آه وكانت زعلانة مني إنها بعتت الرسالة وما اهتمناش خالص أول حلقة إحنا فيها هو في المشاكل فعرضنا المشكلة طب أنا عايز أقول لها حاجة عايز أقول لك حبيبتي أنا استغربت لاهتمامنا نانسي بالقصة دي ليه؟ هم مديني مجموعة مشاكل من الأسبوع قبل الماضي بتسلسل معين عشان نتعامل معاها ونتكلم فيها وكانت المفاجأة أن طرقت الأوراق القديمة وبدأت بموضوعك النهارده بشكرك يا نانسي لاهتمامك بيها وبحالتها. عفو انا ما بعملش حاجه خالص يا سيدنا يعني انا لو انا بس بصحح المفهوم اللي عندها. يعني اشكرك يا سيدنا لو هتكلم على اللي ببعته لنيافتك ونيافتك بتتصرف فيه بره البرنامج. لا لا. انا هقعد اشكر أنا كتير احنا قوي. احنا بناخد برك حبيبتي بناخد برك. آه طيب, آه طيب ناخد تليفون الو. الو مساء الخير. مساء النور. متأ كل سنه طيبين. وانت طيبه حبيبتي اتفضلي. ممكن اتكلم الأم بولا؟ طبعا. ايوه فندم اتفضلي. ازيك يا سيدنا قبل العيلة يا سيدنا انا مالك بس كلامك سريع شوية زي حالاتي كده فخليك ابطأ شوية حاضر قبل العيلة يا سيدنا اهلا حبيبتي اهلا وسهلا بص يا سيدنا انا متجوزة بقالي ثمان سنين علي صوتك علي صوتك علي صوتك متجوزة بقالك قد ايه؟ ثمان سنين في بيت عيلة ثمان سنين في بيت عيلة وانا وافقت ان انا, أنا في ابقى في بيت عيلة عشان كنت داخلة حماتي تعبانة فانا قلت كأصول انا عشان هخدم حماتي وأنا حابة حاجة زي كده فانا وافقت اه بس في نفس الوقت انا كان معايا سيلفي مش متجوز سيلفي مش متجوز اه سيلفي كان قاعد مع مامته كنت آه. فكنت باخد بحماتي وبخدم سيلفي بعادي بكل حب وعمر مر... عمر ما جيت في مره مليت تمام بس سيلفي على طول كل مشاكل بينا وهو وشتيمه واهانه وقله ذوق يعني هو بيتعامل لما... معاكي وحش اه مم. ما شكر يعني ممكن على اتفه الاسباب لا صوته عيلة عليا شتمني تمام قله قيمه سلف سلف سالي بس حبيبتي سلفك اكبر ولا اصغر من اخوه اصغر من اخوه بسنتين اصغر اصغر بسنتين اه بس امكانياته 35 الماديه ثانيه يعني بس عليا امكانياته الماديه اعلى ولا اقل من اخوه لا اعلى من اخوه اه يعني مش محتاج اخوه اوكي اتفضلي لا مش محتاج اخوه هو شغال شغل حلو قوي متامن عليه وعنده 35 سنه يعني هو يعرف يخدم نفسه م. فاستحملت وعشت يعني اربع سنين مع حماتي لحد ما حماتي كان ربنا يرحمها انا قلت عشان خاطر حماتي فانا هستحمل اي حاجه انا واخداها كخدمه مم. فاستحملت وعشت وقلت خلاص بعد كده انا بقى بيتي وشقتي فوق احنا البيت عيله كلنا ثلاثة فوق بعض تمام فكل حاجه بيتدخل كل حاجه حتى في الشقه فوق يتدخل فيها كل حاجه و... معنى صح واكل دماغ جوزي قوي جوزي يعني عنده خدوه عنده اللي هو ايه قريب الدوست. منه قوي آه. انت انت حماتك توفت بعد اربع سنين بعد اربع سنين فانا قلت خلاص هبقى عايشه في شقتي اه وخلاص انا عملت حاجه لاخوك هيبقى خلاص يعني هو اخوك ينفع يخدم نفسه فعملت حاجه هتبقى بحب بس مش اجبارا بقى عليا هو سنه كبير بيعرف يخدم نفسه وميزانيته كويسه جدا امم وقبلت كده وجوزي قال لي ماشي جه إيه هو بقى ايه كوبايه شاي لا مثلا انا تعبانه لا انت لازم تعمليها اجبارا حسيت الموضوع اجبارا عليا مش كحب اللي انا مجبره على كده طب ومش انت بتقولي حضرتك انه في كذا واحده ساكنين في البيت يعني كذا في واحده في البيت تاني والثالثه المفروض هو خاطب الواحده في البيت دي ما بتعملوش اي حاجه ومش موافقه على كده انا جوزها موافق على كده لكن انا جوز لا موافق اللي انت لازم تعملي اه اه اوكي لدرجه ان انا يعني قلت له انا متجوزاك انت ولا متجزأ هو لو انا متجزأ هو عرفني ان يعني كل حاجه هو لما بقول له على حاجه واقول له على راي يقول لي هفكر ارد عليك يروح ياخد راي اخوه يجي يرد عليا انا مم. سؤال يا بنتي هل هو بيدعم جوزك ماديا؟ اه مم. واضحه طبعا. <applause> اه هو ده السبب. اصل يتدخل في حياه اخوه آه ولن يلزم اخوه امراته بخدمته الا اذا كان له دور مادي مع اخوه. طبعا طبعا. واستحملت وعشت كتير والثمان سنين وانا مستحمله عشان خطر إيالي. أنا اقول ما عشان خاطر عيالي انا معايا عيلين اقول معلش عشان خاطر جوزي بس لحد ل... عايزه اقول لك يا سيدنا لحد لا انا بقى مش قادره اعيش في انا خايفه على بنتي انا مش عايزه أهدي بيتي لكن جوزي مش مقدر حاجه زي كده أفضل حاجه لسه الايام اللي فاتت دي متخانقين مع بعض شتمني وهزقني ومسح بكرامه الارض وجوزي واقف ما ردش هو أه 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 اخو جوزك اللي عمل فيكي كده اه وجوزي واقف ما ردش عرفنا نقطه الضعف يعني انا استنتجت نقطه الضعف طيب انا بقى المفروض اعمل ايه عشان اعرف اعيش بص يا بنتي هو مش المفروض انت اللي تعملي الحقيقه اه المفروض جوزك اللي يعمل، يعني هي نقطة ضعفه بس ان اخوه بيساعده ماديا. انا قلت له انا هنزل اشتغل انا وهساعدك انا واللي انت عايزه انا عينيا ليك ونحافظ على بيتنا عشان خاطر عيالنا. انت جميلة. بص لعيالك، ما تبص تلاقي حاجة تاني. احيانا يا بنتي بيبقى الزوج صعب انه يغير سياسته واسلوب تعامله مع اخوه. وفي نفس الوقت انت بدايتك الاولى هي خدمة الأم وابنها اللي هو سلفك يعني أوه. بس أنا كنت موافقة على الأم بس بس عشان هو كان قاعد معاها فكان أنا لازم أن أنا أخدمه مش يعني لازم يعني, يعني هو قاعد معايا كان مش قادر أفصله معاها فكانت بتخدمه بالمرة يعني أنا عارفة <applause> مش قادر أنا أفصله ورغم كده أقول عشان خاطر جوزي عشان خاطر عيالي لكن جوزي أنا أسف الكلمة ما بيقدرش حاجة زي كده المشكله بنتي ان هو مسيطر على فكر جوزك بسبب مساعدته الماديه هو من زمان او من قبل ما اتجوز اللي هو كان بيشتغل جوزنا اللي كان بيشتغل ودول هو الفلوس هو اللي يصرف اه يعني هي برده نقطه سلبيه لدرجه مش مخلي الجوز ولا انت عارفه يا بنتي عايز اقول لك حاجه حبيبتي لكي كل الحق انك تقولي انا مش هخدم سلفي ولكن ادرسي ده تأثيره على زوجك في علاقته بيكي ايه؟ هل هو سيتأثر بالسلب يبقى نتيجة إن أنت ريحت نفسك من سلفك هتتأذي من زوجك؟ إذن يعني إذن خلي بالك احسبيها صح أكمل كلام يا بنتي أكملي كلام بمعنى من حقك ما تخدمهوش هو مش طفل هو مش مريض هو مش أم هو مش أب من حقك تقولي لأ يقدر يعتمد على نفسه، يقدر يروح يتجوز، ده من حقك ولا لا يلومك احد. بس انا بقولك احسبيها من عده زوايا. الزاويه الاولى إن العنصر المادي. قلت اشتغل. هل جوزك يقبل انك تشتغلي بعد الزمن ده؟ وهتشتغلي ايه؟ وهتوفري ايه؟ في مقابل هتصرفي ايه عشان بتشتغلي؟ نمره اتنين هل هو مش هيؤثر بالسلب على علاقة زوجك بيكي يعني النهاردة هو اللي بيسيء إليك حتى لو جوزك ما ردش عليه جواه متعاطف معك إنما لو رفضت تعامل وإنك تخدميه بصورة أو أخرى بنسبة أو أخرى هنا أعتقد إن ممكن زوجك يبقى علاقته بيكي أسوأ ويبقى خسرت جوزك من أجل إنك فضلت الراحة من خدمة أخو جوزك فكري في اللي بقوله ده انت كنت بتقولي حاجه بتقولي انه لما انت بترفضي بيعمل أنا ايه؟ ايوه ما فيش نزول كنيسه مش هتنزلي مش هتعملي عارفه لو هو معنى صح؟ يعني اعتبرني كلبه في الشقه ده جوزك. يدخل, يدخل اه يدخل وياكل ده مع ده نفسه كل حاجه مع نفسه عارفه لو محسسني ان اخويا انا هشيلك فوق راسي. بص يا بنتي احتملي بص يا حبيبتي ايه؟ بص يا حبيبتي انا هقولك لك احتملي خدمته مع تقليل المعاملات المباشره معاه. تاني قدمي خدماتك لي مع تقليل فرص اللقاءات يا سيد يا سيدنا داخل في تفاصيل الحياه لدرجه هو قاعد واكل شارب نايم فوق عندي دي حاجه مزعجه جدا حاجه مزعجه طب انا هو يعني مش ناوي يتجوز طيب انا بقول لجوزي انا مش قادره اخد راحتي مش قادره اقعد براحتي لا هو زوج مخطئ طبعا طبعا الزوج لو مش عنده كرامه سوري في التعبير دي. يعني لا يقبل على نفسه ان راجل يبقى قاعد مع مراته في البيت ومراته حتى لو تخدمه ويهين مراته انا ممكن يعني. ابقى نايمه في الاوضه يفتح باب الاوضه ويدخل عادي ايه ده ايه ده يعني هو الموضوع فيه امرين ضعف شخصيه الزوج وتسلط الزوج اخو الزوج من خلال الماديات لو فكره اكل وشرب انا عادي انا مش هخس ان انا اعمل اكل لا يا بنت وشرب يعيش معاكي في نفس أكل. اسمعي بس اسمعي اسمعي يعيش معاكي في نفس البيت ده كلام مرفوض تماما تاني هقوله هو يا سيدنا ليه شقه بس هو ايه يجي من الشغل عايز يطلع عايز أكل عايز شرب عايز تاي طب شاي هو عايز هو, هو عايز عايز انا كنت بقول لك هو مش ناوي يتجوز لا 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 مش دلوقتي خالص من هو بعد 70 سنه, سنة, يعني سنة يعني ولا يعني. لا كذا مره مش عايز يتجوز ما هو يعني لا اللي بيخدمه ويشربه وياكله ايوه حاجة. ايوه ما صح كده يعني انا رايي لا من الاخر حاجة. لما بنقول له اتجوز وحدد فرحك قال لك انا هجيب واحده اصرف عليها لا ده وجهه نظره في الحياه بدل صعبة. ما يشرف على اخوه <applause> صح ما بيجيبليش رغيف عيش ورغم كده بيتصرف انا عامل اكل ايه وجوزك موافق وجوزي موافق لا مش موافق مضطر لو انا عايز اعمل حاجه واخوه عايز ياكل حاجه ثانيه لا نعمل اللي عايزها لا دي ظاهره خاطئه انا بقى عشان خاطر عيش انا اعمل ايه طب انتي حبيبتي لجأتي لحد من الكنيسه يتكلم معاه؟ لجأت لأب كان كتير، لجأت لأخوه الكبير كتير. وتكلموا معاه؟ ويتكلموا معاه. اسالك سؤال هسألك سؤال. اتفضلي البديل في نظرك ايه؟ البديل في نظري ايه؟ مم. لا مش فاهمه قصدك. ايه؟ مش فاهمه حضرتك. يعني انت لو قلت لي خدي القرار اللي انت عايزاه هتقولي هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هسيب الشقه وامشي. تروحي فين؟ إيه؟ انا تعبت مش قادره هروح عند اهلي عشان انا تعبت مش قادره اكمل. رحتي عند اهلك قبل كده؟ لا ما رحتش انا بقالي 8 سنين ومستحمله وعايشه واهلي ما عرفوش اي حاجه عني لي نمره زوجك انا هكلمه حاضر بس النهارده على طول ما تقفليش بقى بشكرك اصل ده يعني ده محتاج حد نخبه الرجوله فين يعني حد يفوقه الحقيقه يعني انا يعني اتغاظت اصلا يعني. <applause> طيب ناخد بقى رساله أه مساء الخير على احلى مذيعه شكرا <applause> انا بحب البرنامج جدا وبتابعه باستمرار ربنا يخلي لنا سيدنا ويدي عمر متشالح عشان يرشدنا ويعلمنا بس كده متشالح مش حاجه اعلى شويه <applause> <applause> كنت حابه من خلال البرنامج اقول لجوزي الدكتور بشوي كل سنه وانت طيب يا حبيبي عقبال مليون سنه ربنا يخليك لينا ولابننا افرايم كنت حابه سيدنا يقول له كلمه بمناسبه عيد ميلاده ال هو عيد ميلاده يوم السبت يوم البرنامج طب حلو قوي وكمان يطمن قلبه لأنه في شهر اتنين عنده مقابله مهمه جدا جدا ويصلي لابننا عمره سبع شهور ويصلي لبيتنا ربنا يبعد عننا الشر ويحافظ علينا اتمنى الرساله توصل لسيدنا او اتواصل مع البرنامج ادي الرساله وصلتها لسيدنا. طبعا بشكرها بشكرها اولا دي عباره بحبها تتقال بين الزوجين حبيبي بفرح قوي لما الزوجه تتكلم عن زوجها بكلمه حبيبي. وهو دايما يقول حبيبتي يعني العبارات دي تغذي النفس تريح النفس فانا فرحانه بتقول كده آه برضو انا فرحان بيها انها بتمتدحه وفي نفس الوقت بتطلب صدى عشان هو عنده انترفيو او عنده مقابله قريب آه ربنا يا بنتي يوفقه انا بشكرها النهارده انها بتقول يا ريت آه يعني تقولوا له كلمه عشان عيد ميلاده النهارده فاكره تفاصيل حياته الرجالة احيانا ينسوا الستات ما بينسوش خلي بالكم يا رجالة يعني شوف الستات بتفتكر ازاي الحاجات دي واعتملهم لهم فجأة انه البرنامج على الهواء بيقول لي بشوي كل سنة وكل سنة وانت طيب بيشو وفكرنا بشوي من فضلك حبيبي بتاريخ عيد ميلاد المدام عشان <applause> نقول لها كل سنة وانت طيب <applause> ده فخ لو افتكر بقى كل سنة وانتم طيبين وبخير دايما ومبسوطة انه اللي بيشاركونا كمان يا سيدنا مش بس بيشاركونا بمشاكلهم لكن كمان بمناسباتهم الحلوة واحنا فرحانين انكم تشاركونا بالحاجات الحلوة انا سعيد بنانش ان اخترت التوقيت بتاع رسالة يوم عيد ميلاد بالشوية كل سنة وانت طيب يا دكتور في رسالة تانية بتقول بقى مساء الخير انا بحبك جدا وبحب سيدنا قوي عايز اسأل سؤال لسيدنا هي جدا اعلى ولا قوي الاعلى الاثنين زي بعض انا مخطوبه بقالي خمس شهور متفقين على ذهب 20 جرام وجبت 10 جرام وفاضل 10 جرام وهو دلوقتي بيشطب في الشقه والدنيا غاليه جدا وانا بقول لبابا اني مش عايزه باقي الذهب بيزعق معايا ويقول لي ده حق وانت بتقللي من نفسك كده وعمال يقول لخطيبي يعمل نص الاكليل ويجيب باقي الذهب ولسه الفرح في شهر 8 انا حاسه ان خطيبي مضغوط ومش عارفه اعمل ايه هل كلام بابا صح؟ طيب خلينا نناقش الموضوع من كذا زاويه. أولًا حبايبي أنا مش بحب عبارة نصف إكليل. أو. هي عبارة نصف إكليل لها بعد طقسي زمان. كان زمان يسموه عقد إقران. وبيبقى فيه مشكلة إنه في بعض العبارات قد تحمل معنى الزواج. م. فطقس عقد الإقران ده اتلغى. وبقت مقدمته بتتقال مع الإخليل اللي هي الثلاثه فاحنا النهارده بنقول عايز يعمل خطوبه اسمها خطوبه مش نصف اكليل النقطه الثانيه بقالهم لهم خمس شهور مخطوبين انا عايز اقول لوالدها اتفاقك معاه من خمس شهور على عشرين جرام ذهب نفس المبلغ ده النهارده بعد خمس شهور يجيب 15 جرام ده يعني في الخمس شهور دول حصل طفرة, طفرة. ده حقيقي. في سعر الذهب آه أنا أتمنى يا أولادي أنه ننظر إلى الظروف الاقتصادية بلاش تعوج زواج بنتك نتيجة أن أنت عاوز تحافظ على الشكل قدام المجتمع أنه أدي الشبكة ونصورها وحجمها وشكلها ووزنها نفسنا العادات دي تبدا تتغير نرجع للماضي دبله وصليب يبقى ده سواء غني او فقير ظروف الحياه اتغيرت نتمنى نقلل قيمه الشبكه نقلل مساحه الشقه نقلل محتويات الشقه يا جماعه سهلوا على بناتكم الجواز لو سمحتوا. دي نقطه مهمه قوي وكنت عايزه افتحها مع نيافتك احيانا في الاتفاقات اللي هو مثلا احنا هنتخطب سنتين او سنه ونص طبعا تجهيزات الشقه بتاخد فلوس كتير جدا وبعدين بعد كده مثلا بنشتري الاجهزه او الغرف او كده احيانا بيبقى الاب متفق مع العريس انه هنجيب مثلا اوضه النوم في حدود مثلا 40 الف جنيه وانت هتشتري معرفش في حدود كام 50 الف جنيه في وقت الشراء مع التطور الرهيب في الاسعار احنا بنشوف انه الحاجه اللي اتفقنا عليها او الموديل اللي اتفقنا عليه اللي هيكلف 40 الف جنيه بقى يكلف 80 الف جنيه فوقتها هنعمل ايه بس انا برضو عايز اعلم ولادي التدبير مش ولادي بس اللي بي بيجه... اللي بي بيجهزوا للجواز حتى ولادي اللي بيعملوا اي حاجه يعني انا عايز اقول لابني النهارده انت اتفقت على اوضه ب ألف جنيه انت تروح تتعاقد عليها النهارده ما تستناش وتدفع الخمسين في المية المقدم الاول هتكمل بال ألف جنيه لانه قيمه الاوضه تحمل امرين الامر الاول خامات والامر الثاني اجور الخامات بسبب مشاكل الاستيراد ومشكله العمله والظروف الاقتصاديه على مستوى العالم وبالاكثر طبعا تاثيراتها علينا في فصل اسباب كثيره جدا فالخامات اسعارها بتتضاعف جدا فانت له المقدم ده عشان يشتري الخامه بسعر النهارده الاجور لو زادت مش هتزيد عشره فيبقى السعر مش عايزين كتير، اتعلموا التدبير في هذا الامر. اه فيا ولادي خلي بالكم من دي، الامر الثاني هنا ابننا متورط مش في الذهب بس. توضيب. توضيب الشقه. مم. النهارده طن الاسمنت كان كام بخمس شهور والنهارده بكام؟ النهارده الاكسسوارز او الحاجات يعني كل المكونات من المفصله للمقبض للحرف ايا كان بكام وبقت بكام؟ فيا بابا فكر في العبء اللي زاد على ابننا ده في توضيب الشقه وفي ثمن الدهب كن مرنا من فضلك. تمام. احنا معانا تليفون. الو. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذه نانسي. اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك ولسيدنا الانبابوله. اهلا حبيبي اهلا وسهلا. ربنا يا سيدنا. اتفضل يا حبيبي تحت امرك. تعيش طيب يا سيدنا ما يمش عليك ظالم، بقول لك يا سيدنا انا فاتح ملف من 2017 في مكرانيه المعادي. آه. تمام والكنيسه فاتحه لي ملف وحضور الزوجه وكده واعترفت بكل حاجه بينا وبين بعض. طب بس انا قبل ما تكمل القصه. اتفضل يا سيدنا. انت فاتح الملف من 2017 تمام اخذت حكم محكمه؟ لا رفعت دعوه مرتين والدعوه الدعوه تترفض. طيب يا حبيبي ما هو المجلس الإلكتروني في المعادي او غير المعادي هو بيجهز الملف وقد يصدر قرارا مع ايقاف التنفيذ لحين انتهاء اجراءات المحكمه. ماشي ما هي المحكمه إن م... م... لازم تاخد حكم حبس عشان خاطر الكنيسه تديني تصريح. طب ما فين المشكله؟ ما هو لازم يا حبيبي ما يقدرش يديك تصريح الا بعد حكم المحكمه. يعني النهاردة هكملك حبيب هكملك حبيب محبين يعني محبين افترض حد. افترض ان انا اللي ماسك المجلس ليك النهارده واقتنعت بحالتك واديتك تصريح زواج لان مش مدرك الابعاد القانونيه انت وتاخده تروح تتجوز يبقى تجمع امام القانون من زوجتين تتحاكم وانا بتحت مساءله قانونيه لان انا اديتك دلت تصريح من غير ما يبقى فيه حكم نهائي بالانفصال بينكم بغض النظر عن سبب الانفصال بطلان او طلاق فلازم يا حبيبي انت تجيب حكم المحكمه وتقدمه للمجلس عشان يقدر يديك تصريح ان كان لك الحق في التصريح ما انا ليا الحق بس انا المشكله ان انا رفضت نزلت عشان تاخد حق يا سيدنا ودي انا معايا منها لا انت عارف انت بتقول ايه حضرتك على مالك اشرح لي يا حبيبي من فضلك يا سيدنا نقول لحضرتك انا رفعت الدعوه و... ورحت حضرت الجلسه وكانت هتاخد حكم بس انا اتنازلت بسبب ان انا معايا بنت عندها 16 سنه وابني عنده 19 يعني سنه يعني انت اتنازلت اصلا؟ اتنازلت عن الحكم عشان خاطر ما تاخدش حكم هتاخد حبس اه انا فهمت حضرتك انا بشكرك عفوا يا سيد اولا بشكرك ربنا يخليك انك خفت عليها من الحبس؟ اه وبشكرك حبيبي من كل قلبي انك بصيت لبنتك ومستقبلها تمام تمام طيب هنا البديل المطرانيه تساعدك ونيافه الان دانيال على مدرك الحكايه دي كويس بس احيانا المجالس الاباء الكهنه يعني ممكن ما يكونوش عرضوا على سيدنا حاول تقابل سيدنا. يعني انت يا سيدنا, سيدنا تكلمني لان دانيال عارفني معرفه شخصيه لا على فكره. انا مش هكلم حد انا هشرح بس حبيبي. طب <applause> <applause> ممكن تسمع بس سيدنا؟ اسمعني حبيبي اللي من فضلك. دانيال آه مش محتاج حد يكلمه. انت ابنه انت يعني احد رعاياه وسيدنا يهتم جدا فانت حبيبي سيدنا بدل يدرك ان عن طريق البطريركيه ممكن يتعمل تغيير مله لطائفه معينه تديك حكم تطليق بالاراده المنفرده في اول ثاني جلسه مش محتاجه وقت فهو هيساعدك عن طريق البطريركيه لتغيير المله والحق لان القانون بتاع اللي بينصح بيه بتغيير المله خلاص قدامه شهور فروح خبط على باب سيدنا، روح صلي معاه قدام سيدنا وقول له أنا من سنة كذا وأنا اتزلت على القضية عشان واحد اتنين، أنا واثق إن سيدنا هيساعدك ويسهل لك مهمة تغيير الملة عشان تقدر تاخد حكم، وبالتالي لا نجرح لا في زوجة ولا نتعب بنتنا في مستقبلنا. أشكرك وأعتقد يا سيدنا في عندنا رسالة النهاردة في نفس الإطار ده هتيجي في وقتها. بس هو ده الحل الوحيد الـ 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 حليم. المتاح حليم. أوه. طيب. اه طيب في رساله بقى بتقول حقيقه انا مبسوطه جدا ببرنامج انا وبيتي وبستفيد جدا منه انا مخطوبه يوم آه 23 10 خطيبي شغال في الكويت وموظف هنا في مصر بس واخد اجازه بدون مرتب لما جينا نتعرف على بعض كان تعارف عادي في البيت هو من نفس بلدي بس آه بعد وفاه بابا مامته واخوه سافروا الغردقه ولما هو نزل من الكويت جه البيت هو ومامته واتعرفنا على بعض وقعدنا حوالي اربع خمس مرات مع بعض في البيت وقعدنا اسبوع بعد كده نتكلم شات عشان في الوقت ده كان سافر لمامته واخوه في الغردقه وكان كل كلامه كويس وكنت مرتاحه جدا ليه والكلامه بعد ما رجع اتفقنا واتخطبنا وقعد معايا حوالي تلت اسابيع او شهر وكنا بنخرج ونتكلم واتكلم معايا في حاجات كتير زي مثلا انه كان في الكليه عاوز يخطب واحده معاه وبعدين ما حصلش نصيب وإنه أب اعترفها اعترض إنه هو من بلد وهي من بلد تانية وبالنسبة لي كان الموضوع عادي وحكى لي كمان إنه هو صغير حوالي 17 سنة حد من أهله اللي من الأرياف خلاه جرب وشرب آآ آآ يعني حاجة شبه الشيشة كده وكان هيموت وقتها وندم شبه الشيشة ولا الشيشة؟ هي تقريباً أو. أوكي. وندم وباباه وقتها اتضايق جداً ومرة تانية حد برضه من أهله ضغط عليه وخلاه يجرب يشرب حاجه من الكحوليات وتعب بعدها جدا وكان هيموت وباباه بهدل الدنيا وقتها وكان عنده حوالي 20 سنه وقال لي ان دي كانت اول واخر مره يعمل كده وهو مش واخد قوي على اهل باباه اللي في الارياف لانهم اصلا هو وباباه ومامته واخواته قاعدين في المركز نفسه مش في البدا المهم بعد ما عدى شهرين من الخطوبه اتفاجئت بواحده بتبعت لي رسائل انه خطيبي كان خاطب صاحبتها في الاول وبتقولها هل هو بيحبك أصلاً ولا لا وكلام كتير من ده ولما رجعت سألته أنت كنت على علاقة بحد قبل كده قال لي لا ولما تكرر حوار الرسائل تاني رجعت سألته تاني برضو قال لي لا لغاية ما وصلني منها صور ليهم هي صور عادية وهم قاعدين مع بعض ومنهم صورة وهو بيلبسها خاتم ولما واجهته بالصور أنكر ولما بعتله صورة الخاتم قال لي هقولك الحقيقة اللي أنا... ما كنتش عاوزك تعرفيها عشان ما تتوجعيش وتتأذي نفسيا. وقال لي كان في وقت كنا قريبين من بعض وكان في اهتمام منها بيا في فتره انا كنت فيها لوحدي وبعد حوالي شهرين لما حسيت انه اللي بيحصل ده غلط وانه ما فيش اي حاجه ناحيتي ليها وانها من جنسيه مختلفه لانها كانت آآ آآ من آآ من الفلبين يعني. اوكي. وعرفت انها كانت على علاقه بحد قبلي وعندها منه طفل قررت اني ابعد عنها بس هي قالت خلينا اصحاب ولما عرفت اني نازل اخطب بدات انها تبعت لي وتقول لي الكلام ده وقالت لي ان انا هقول لخطيبتك وهتقوم بابتزازي بسبب الصور دي انا يا سيدنا دلوقتي ابتديت اقلق بعد ما كنت اطمنت له ومش عارفه اخد قرار باني اسامح لإن الموضوع ده ماضي وحصل قبل ما أعرفه وإنها جايز تكون غيرت بنات عشان كده بعتتلي الرسايل والصور ولما كلمها واتخانق معاها له خلاص أنا مش هبعت تاني وأنا حاليًا مش عارفه أفكر إذا كنت أكمل ولا ما أكملش وخصوصًا إنه طول ما كان معايا في مصر ما شفتش منه أي حاجه وحشه حتى أصحابنا واللي يعرفوه كلهم سواء في مصر أو في الكويت كلهم شكروا فيه جدًا وإنه حد كويس أرجو الرد يا سيدنا لإني متلخبطه ومش عارفه أفكر وكل ما أطمن حد يقلقني بالحوار ده وانها ممكن تبعت لي تاني او هو ممكن يكون بيخبي عليا او بيكذب عليا حاجات تاني رأيني يا كذاب 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 ده قولا واحدا بس خلينا نتكلم بقى نحلل الموضوع آه، واحد جرب شيشه وعنده 17 سنه أوه. هو بيرميها لها كده انه جرب شيشه اللي جربها في سن 17 سنه هيبقى مدمنها عليه وهي مش هتشوفه نمرة اتنين جرب خمور وهو 20 سنة. اه. يعني سن فلتان، فلتان وهو في سن صغيرة قوي يعني. وبعدين يقول لك أول مرة وآخر مرة. كلام كده مشكوك فيه. اللي بيخلينا نشك في كل كلامه إيه؟ إنه أنكر ارتباطه بالست الفلبينية ثلاث مرات والست الفلبينية واحدة عايشة غلط مع واحد ومع طفل الطبيعة طفل إيه طبيعة علاقتها بيه؟ نقية جدا يعني أنا بقول لها بصراحة هو له علاقة بالست دي والست دي هتتجنن أنه هو على علاقة بيها وبيخطب اولا تاني الست دي هتتجنن انه على علاقه بيها وبيخطب انما لو كانت علاقتها انتهت ما كانتش هتتواصل وتروح تطارد خطيبته صح اولا تاني لو كانت علاقتها انتهت ما كانتش هتطارد خطيبته كان هيفرق معاها لان دي من منه لغيره لغيره يعني عشان بس عارفين الجنسيات دي هناك في الخليج الوضع صعب جدا هنا بقى أولا تشوف فورا أنا عندي شوية أمور م. أول أمر يسيب الكويت ويرجع فورا ثاني أمر هنعمله تحاليل لكل شيء طبعا طبعا خمور ومخدرات وكل حاجة وتشوفوا ثالث أمر تشوفوا هو سلوكياته إيه هنا في مصر الفترة ما تستعجلش على الجواز هي تشككت إيه فين الباب اشكرك على الاجابه الواضحه يا ده ي... يا يا حبيبتي بي... بيكلمونا محتاجين قرار صح مش هنعوم الامور مش هنمسك العصايه من النص انا بحلل ما وراء القصه فكلامي واضح تمام احنا معانا تليفون الو خير. الو الو مساء الخير مساء النور لا... لا... حب. كل سنة وانت طيبة كل سنة طيب اكلم سيدنا اه طبعا أنا مع حضرتك حبيبتي آه سيدنا انا متزوجه منذ 15 سنة 15 اه وعندي ولدين مم. وفي ال 15 سنة دول انا بعد الجواز على طول حسيت جدا إني على تاني 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 حسيت ان زوجي على علاقة بسيدات اخرى تاني 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 ملاحظة بس حسيت ان زوجي على علاقة بسيدات اخرى ده بعد الجواز مباشرة اه يعني شهور بسيطة تمام وقعدت فترة انا حاسة وما عنديش أي دليل ما عنديش أي إثبات فعايشة وبحافظ على بيتي وأولادي من مم. فترة خمس سنين لقيت حاجة في البيت تدل إن كان في سيدة سبت البيت عملت خناقة ومشاكل وسبت البيت قعدت 8 شهور في بيت اسمحيلي بس أقول حاجة يعني معلش معلش حاجه اكدت لك وجود سيده ولا وجود سيده مقيمه في البيت لا مش مقيمه يعني طيب حد مقيم طيب تؤكد ووقت. ان في اخطاء ولا مجرد كان كالب... يعني, يعني قاعده جاي السيده ومعاها واحد لا اوكي يعني خلاص أنا ادركت, أدركت خلاص ماشي آه الموضوع وصل في المنطقه و... وقعدنا مع الكاهن المسؤول آه. وكاهن وهو جوزي اعترف قدام الاسقف وقدام الكاهن ان كان في علاقات مم. وبتحصل في البيت واتعهد ان هو هيتوب ويعترف ويتناول وكل الحاجات اه وانا وانا عشان خاطر ولادي وعشان خاطر المحبه والحب اللي كان موجود سمحت ورجعت. مم. انا عشت خمس سنين معاه. انا برضو مش مرتاحه ومش مبسوطه في العيشه بس عايشه عشان ولادي من فتره سبعة ثمان شهور كده في حد حاجه تاني شخصيه تانية اه وعرفت من الجيران الغير مسحيين انها بتيجي بيتي وتخش في الوقت اللي انا مش ببقى موجوده فيه م. انا دلوقتي في عايشه بس انا مش مرتاحه انت سبتي البيت من امتى؟ نعم سبتي البيت من امتى؟ من أربع شهور أربع شهور طب هسأل حضرتك سؤال يا حبيبتي اتفضلي زينا برضه في القصة التانية عندك دليل أو إقرار منه؟ إقرار منه هو لأ هو المرة دي مش عايز يقول حصل كذا مش زي المرة اللي فاتت لأني مش مهم يقول حصل كذا إنما في دليل إن في كانت ست في البيت غير كلام الناس الغير مسيحيين لأ لا مش هنا انا سوري انا ما انا ما فرقش بين شاهد بس أيوة الجرين كلهم الجرين. اخواتنا واي شهاده منهم فوق راسنا من فوق يعني هو كلام الجيران بس ما فيش اي حاجه لقيتها و هو يقول ان انا اعمل علاقه بره البيت لكن في البيت لا تفرق يعني الكلام اللي بيني وبينه لما بنتكلم في الـ في الاربع شهور دول اني يعني بعمل انا لقى بره البيت بس في البيت لا طب ايه ايه مبرره للعلاقه اللي خارج البيت او داخل البيت؟ يعني, يعني بيبرر ده بايه؟ هو 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 بيقول ان انت عايزه تعيش في البيت تعيشي ما فيش حد بيخش البيت يعني انت إنت سؤال إيه حبيبتي سؤال 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 ايوه يا سيدي هو بيغلط بره البيت ايا كان م. م. يعني هو نمره واحد بيقول بيغلط ليه؟ ما جايز انت مقصره في حقه انت مهمله في بيتك انت يعني بيقول كده ليه؟ لا انا انا مش مقصره انا ما بقولش م... انك مقصره يا حبيبتي انا انا ما انا انا م... بقول ايه تبريره؟ اولا هو... تبريره مبدئيا مرفوض بس انا عايز اعرف ايه اللي جواه اه هو بيعمل كده ليه؟ عاوزه احلل شخصيته ما هو بيقول لي ان انت عايش في بيتك انا وانت نعيش في البيت كاخوات وعيش وربي تفويت. اولادك وبيتك وبيتك آه. ما فيش حد بيجي فيه بس يا بص حبيبتي بصي يا حبيبتي بصي يا بنتي نمرة واحد مشاعرك واحاسيسك اللي من اول الجواز كانت صادقه صح هذا الشخص اذا ما كانش فيه معجزه تغيره من جوه هيتنه منحرف والقرار قرارك انت في المره اللي فاتت بتدخل من الكنيسة سمحتي فسقط حقك في كل ما قبل الحالة اللي كانت من سنين النهاردة انت عندك أدلة جديدة وهو بيتكلم يقول بره البيت وجوه البيت وقصة اللي بقولها دي فعندك ما يؤكد في الحوار المتبادل انه لازال بيخطئ مم. هو بيخطئ وحيخطئ انت عايزة ايه مم. هتقبل مم. اللي قالهولك تعالي عيشي في البيت كأختي أهلا وسهلا. من حقك تقول أسيبه ومن حقك تطلبي طلاق بس أنت شايفه إيه؟ أنت عايزه إيه؟ أنا بقول لك الكنيسه تديك لمبه خضرة من حقك تسيبي وما تكمليش لأنه هيستمر على كده. طبعا واحده تقول لي أنا هحتمل أنت يعني من جوه بتتقطعي بدليل أنا سايبه البيت. ايوه جدا يا سيدي عشان يطبطبوا عليك ويرجعوكي تاني هو لن يتغير اذا كنت راجعه تاني افهمي ده راجعه وعارفه انه لم يتغير ولن يتغير ما تخدعيش نفسك فتقولي انا هقبل اعيش عشان عيال وخلاص انا مش عايزه زوج وهقدر اعيش في سلام من غير توتر معاه داخل البيت هتقدري تعملي ده؟ لا مش هقدر يبقى ما ترجعيش لا مش هقدر يا سيدنا فعلا آآ آآ يعني اي اي حد هيصح تقول لي تقبل لي دي لها لا ما اقبلكيش لان عارف انك مش هتحتملي فيش امراه فاضله هتحتمل ده بتحتمل لو استشعرت انه تاب وننسى إيه اللي فات انما ده هو بيقال ان الوضع بس مش هيبقى جوه البيت هيبقى بره البيت سوري يعني ده مفيش ادنى احساس بالشريك الحياه لا وبيقول لها كمان لو عايزه تعيشي عيشي معايا عادي بس نبقى قاعدين في نفس البيت اخوات فهو بيطلب حاجات صعبه قوي الحقيقه طيب انا ما انصحهاش لانها هتتحطم من جوه طب الحل ايه؟ انا بقولها من حقك تسيبي اه اه يعني حقيقة. يا ترجعي وعارفه انه هيعيش في الغلط وهيستمر في الغلط ده من يوم ما اتجوزتي من 15 سنه هو هو امس واليوم بقول لك والى النهايه هيبقى كده طيب يعني انت عرفتي كده انه من حقك يعني اذا كنت عايزه تقرري انك تكملي ففكري لو عايزه انك تبعدي فبرضه ده من حقك وما يقدر يغصبك انك تعيشي مع شخص بالاخلاق دي شكرا يا سيدنا شكرا يا حبيبتي شكرا شكرا بيدي. لك ربنا يسندك يا بنتي ويديكي سلام ويفرحك باولادك عود هذا الزوج يعني اللي مش عاوز اوصفه يعني هو يا سيدنا يمكن انا بشكرك للاجابه دي لانه احيانا أنا ما أعرفش مثلا لأنهم أحيانا بعض الآباء أو بعض المرشدين بيبقوا خايفين على تفكك الأسرة فممكن ينصحوا الست بإنها هو كده كده بيعمل كده فخلاص أنتِ عارفة فعيشي عشان خاطر ولادك. تقدرش لكن النتائج المترتبة على ده إيه؟ أنا بسأل سؤال بقى لو بنتي بالجسد يا جماعة أنا دايما بقول للآباء كهذا لو بنتك بالجسد هتقول لها كده؟ صعب يا جماعة المتاعب النفسيه التي ستعاني منها وانا مش من ست هقول لك قصه لان حصلت حاجه غريبه جدا م. قصه قديمه وعشان كده بقدر احكيها وكانت خارج مصر زوج منحرف بكل ابعاد الكلمة وخد مراته في مركب يفسح ودخل عليها بالمركب بواحده ولا لها بره عشان انا هقعد مع الست دي شويه وقال ايه اللي هيحصل الست عاشت في معاناه سنوات وعرف أنه منحرف عند اللحظه دي راحت دورت لها على واحد اخطات معاه وراحت قالت له انا كمان مرغوب فيا وغلطت بقيت القصه بقى لها قصه طويله واذا خدناها كمجلس والى يعني انا بدفعها كمان للانحراف ده هو ده اللي انا كنت بسال عليه واحده محتاجه حب محرومه من الحب محرومه من العاطفه محرومه من الاهتمام محرومه من الكلمه الحلوه ستتجاوب في مرحلة من المراحل مع احترام البنت دي أنا بتكلم بصفة عامة مع أي كلمة حلوة تجيلها من بره أمراضها النفسية التي ستعانيها ما أكثرها وبصراحة يعني ولادها هيتربوا في المناخ ده إزاي أشكرك يا سيدنا على الإجابات الواضحة والقاطعة وعلى الكنيسة أن تهتم بهذه الحالات سواء اهتمام مادي سواء اهتمام روحي اهتمام نفسي دور الكنيسة مش ترجعهم تهتم بيهم بعيد عن هذا الخطأ الجسيم اللي بيقع في السوق أشكرك يا سيدنا بستأذن يفتك وبستأذن حضراتكم هنخرج لفاصل ونرجع سريعا نكمل خليكم معنا برحب بحضراتكم معانا مره تانية فانا وبيتي برحب بنيافتك معانا يا سيدنا منورنا ايش حبيبتي وناخد تليفون الو أنا... ايوه مساء الخير مساء النور عامله ايه بخير الحمد لله اهلا بيك كنت عايزه اسال سؤال لسيدنا اتفضلي تمام مقبل ايه يا بونا اهلا وسهلا أه بصي يا بونا انا متجوزه ممكن تعالي صوتك شويه متجوزه بقالي 10 سنين اتفضلي انا متجوزه بقالي 10 سنين ايوه بس حصلت غلطه كده بسبب ان جوزي كان تعبان نفسي وكده بس هو شك بعد السنين دي كلها يعني الغلطه دي كانت من زمان بس للاسف هو يعني اتكلم عليا وحش جدا مع اهله وكرهوني و هو اتكلم مع اهله في الموضوع يعني اه هو شك بس يعني ما كانش يعرف اي حاجه فللاسف كرهوني وبهدلوني ويعني و بهدلت جامد فده تعبني ما يعني تعبني شويه انا مش عايزه اتكلم اكتر من كده حبيبتي في الموضوع أه بصي يا بنتي انا بشكرك لامانتك وانك بتتكلمي حتى على الهوا ما كنتش حابه تتكلمي على الهوا في حاجه زي كده آه هو غصب عنه انه يشك انما غلطته انه يحكي في موضوع خاص بزوجته مع قرايبه او عيلته ده خطا جسيم انه يقول يعمل كده وان يتعامل معاكي مباشر لايجاد حلول ومع ذلك حبيبتي عايزه اقول لك احتملي في صبر الى مرحله وقدمي كل الحب لاهله وكل الحب ليه ومحبتك الحاليه ليه ومعاملاتك الطيبه لاهله مع الوقت هتذوب اي رواسب بسبب الماضي. يعني ده الحل اللي تقدر تعمله؟ انا يعني طول عمري بحب سيدنا بس للاسف يعني يعني هي معرفش حصلت ازاي بس يعني لا هننسى ما هو رايق انت انا مش عايزه تكلمي في الموضوع ده تاني يعني مع حد. انما هو الرجل الشرقي غصب عنه يعني انا مقدر طبيعه الراجل الشرقي انا بلومه بس في انه يتكلم مع اهله ويمكن طولي بالك واصبري بصبركم تقطنون انفسكم زي ما بيقول الكتاب صبرك في حد ذاته على اساءه المعامله هو نوع من التطهير الروحي عن اي حاجه غلطناها ربنا بيسمح كده طب نوع من التأديبات الإلهية في سوء معاملة الأهل ولكن أنا متأكد أنها هتاخد مرحلة لأنك أنت إنسانة فاضلة وإنسانة بتخاف ربنا وبتتعامل معاه بكل حب وبتتعامل مع أهله بكل احترام مع الوقت الموضوع ينتهي اصبري شوية بس من فضلك شكرك اشكرك يا سيدنا كده. على على الرد اللي فيه ابوه كبيره لانه كان ممكن حد تاني يعنفها وكان ممكن برضو ابص تلاقي رد فعل مغاير لانه مكسوره قلبانه هي هي بتعترف وبتقر بغلطها وده في حد ذاته بدايه حل المشكله وانا ارجو ان يعني ينسوا بقى القصه دي طيب في يا سيدنا حاله طلاق لعله الزنا ومثبته باعتراف الزوج في المجلس الكنسي طلاق لعله الزنا ولا عله الزنا لم يحدث بعد طلاق لا هو بيقول حاله طلاق لعله الزنا ومثبته باعتراف الزوج في المجلس الكنسي بس واضح ان لسه ما راحتش محكمه أوكي. والملف موجود آه في 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 ابروشيه معينه يعني والكنيسه طلبت تغيير منه عشان يتم الطلاق مش عايزين يتم الطلاق بقضيه الزنا ليه اغير ملة والزوجه مسيحيه ارثوذكسيه وعقيدتنا بتقول لا طلاق الا لعله الزنا يعني اللي سمح بيه المسيحي الكنيسه مش قبلاه تاني حاجة المجلس الكنسي في المطرانية كان كاتب ورقة مثبتة فيها اعتراف الزوج بالفعل ومبلغ مالي للأطفال قدره 5000 جنيه وماضي عليهم الزوج، محتاجين الورقتين دول، المجلس رافض يدينا أي ورقة، أعمل إيه يا سيد طيب شكرا جزيلا. أولاً يا حبيبي في عدة أمور. الأمر الأول أي أوراق خاصة بالمجلس هي أوراق كنسية تخص الكنيسة. والمجلس ما يقدرش يقدم اي مستند هو اللي عمله جوه الكنيسه للقضاء. م. المجلس والكنيسه بصفه عامه لن تكون خصما لاحد ابنائها او بناتها مهما اخطاوا امام القضاء. الكنيسه ما تخش تعملش خصومه مع اولادها امام القضاء ابدا. وخاصه قضيه الكنيسه ليست طرف فيها. م. ده الكنيسه حكم. وحكمها داخل اطار الكنيسه وليس خارج اطار الكنيسه فحبيبي ما تنتظرش ان الكنيسه تدعمك باي اوراق تحقيقات داخل المجلس المجلس م. ده مش كده وبس ده الكنيسه احيانا تاخد موقف من الاب الكاهن اللي ربما عن غير معرفه يروح يشهد في قضيه امام القضاء ده احيانا ننسى احنا بره في الخارج بي القضاء يلزم ان الكاهن يجد الشهاده ولازم يروح فاحيانا بنبقى في حيره لأنه ما يقدرش يشهد بحاجه انما بنحصنه ان دي اسرار كنسيه ما يقدرش يتكلم فيها فالاوراق اللي جوه المجلس يا ابني ما تلومهمش ان قالوا لك لا عليه نمره واحد نمره اثنين المجلس لما بينصحك ان انت ما تخشش في قضيه زنا مش لانه هو ضدك لأن قضايا الزنا وفقا للايحة 38 لايحة 38 التي لذان معمول بها أمام القضاء لا يوجد بها قرائن تدل على الزنا إنما بيبقى القاضي عاوز إثبات الفعل بشهود آه وفي حالة عدم إثبات الفعل رغم القرائن اللي موجودة عندك ورغم يا, ق... يا شهود يا إقرار مكتوب مم. في حالة عدم وجود الإقرار المكتوب ولا الشهود اللي عينوا الموضوع نفسه مم. في الغالب القضية بتسقط. فالكنيسة من أجل مصلحتك قالت لك بلاش زنا. أو مصلحة أخته يعني. الأمر الثالث ربما الكنيسة بتنظر للبنات لو وجد بنات من هذه من هذا الأب. ما هو برضو كونه يبقى موثق على ورق إن أبوهم صفته وصفته دي تؤثر على مستقبلهم وبالأكثر لو كانت الزوجة هي اللي كده. صح. أنا نصيحتي أن يقبل تغيير الملة، أنت ابت أرثوذكسي والتغيير الذي يتم عن طريق المجلس اللي, انت اللي بيتكلم عنه هم هيساعدوه يحصل على هذا التغيير هو طائفة أرثوذكسية أيضا وده لمجرد تغيير شكلي وليس جوهري. تغيير على ولا وليس في ايمان ولا عقيده ومع ذلك هو تغيير لكنيسه لها نفس الايمان والعقيده فيعني عايز اقول لك ما تاخدهاش بحساسيه الموضوع ما فيهوش حاجه اطلاقا بس انا ليه طلب منه يبقى قوي فيه ويصر عليه اخو الزوجه دي انا هغير منها ولكني لن اقبل من المجلس مساواة زوج اختي البريئة المظلومة تصريح الجوز. بهذا الزاني ان انتوا تشتغلوا كده بطريقه خلفيه ويبقى الورق اللي متقدم هو خلع وتدوها وتدوله م. انا لا اقبل زوج اختي الزاني ان يعطي تصريحا بالزواج لان هذا مخالف للقانون ومخالف للكتاب المقدس يعني يصر على النقطة دي على دي ده اللي بيها ويبقى واضحة قدام المجلس أنا لن أقبل م... كسر وصية الإنجيل وإن أنتوا تساووه بم... بأختي إنما أنا هقبل إن أنا أسمع لكم إن كان أنتوا بتدوروا على مصلحتي لسرعة إنهاء التقاضي ولسهولة إنهاء القضاء تمام طيب في تليفون ألو ألو أيوه مساء الخير مساء النور ازيك يا اهلا وسهلا كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيب وبخير اتفضل اكلم سيدنا اتفضل معاك حبيبي اتفضل اقبل الآيات والاقدام سيدنا سلام والنعمة لا العفو حبيبي العفو سلام والنعمة سلام, سلام سيدنا أنا مشكلتي الكنيسة ما مش عارفة تحلها ومش عارفة تتدخل فيها خالص مش عارفة تتدخل ولا مش عارفة تحل؟ مش احنا أنا مش عارفة تحل أنا... أنا... يعني تدخلت ولم تتمكن انا من الصعيد والبروشيه اللي انا منها ملهاش دعوه بالطلقات وملهاش دعوه بالكلام ده خالص ولا بيفتحوا ملفات ولا اي حاجه من الكلام ده خالص امم مشكلتي انا متجوز في الموضوع ده أن كلها طلع يعني كلها ديسيب ما فيهاش طلاق يعني لا هو سيدنا صدقني طلعت كتير بس هو يعني بس من فضلك ما تجيبش اسم البروشيه لا ما انا مش هقول لك اسم البروشيه زي okay. امم لان انا لو اتكلمت الموضوع هيتعرف وانا مش يا حبيبي بقول لك ما تجيب خلاص خلاص خش في الموضوع انا متجوز في 2011 خطبت مراتي اتجوزت في سنه, سنة الثوره يعني اه ما هي كانت سنه زينه اوكي <تصحيح> <تصحيح> ماشي يا حبيبي ااا آه خطبت مراتي ست شهور وبعدين فكيتها في الست شهور دول مرتين بمحضر فكيتها مرتين, مرتين. وربنا عطاني علامات كثيره ان انا الموضوع يعني ينتهي وانا ما نهيتهوش وكملت موضوعي آه واتجوزنا يعني تبقى و... تكمل الموضوع تستاهل اي حاجه بعد كده اه طبعا يا سيدنا اه طبعا تستاهل <applause> اي حاجه طبعا طبعا طبعا, طبعا لأن يعني أنا, انا اكثر من... فك مرتين وترجع تاني انا يوم يوم الحنى فكيتها ويوم الفرح ردت ضاع طول بالك يا حبيبي طول بالك حبيبي اصل انا نانسي لما اقول واحد فك مرتين الفك له مبرراته طبعا فايه المسكن اللي اتعمل عشان تتنازل تاني؟ ده, ده بيقول يوم الحنه يعني اللي الوف... هو تاني يوم الفرح. طب كمل ده يوم يوم الحنه احنا نزلنا ال... نزلنا العفشه وفضينا الحكايه ورجعنا تاني ويوم الفرح الدبل اخذتهم واحده صاحبتها وهربت بيهم. ايه؟ ايه اللي هربت بيهم؟ الدبل اخذت الدبل ومشيت. يوم الفرح؟ اه يوم الفرح صاحبتها اخذت الدبل ومشيت. طب بتغرب. بس هو يعني ايه زي ما قال لك سيدنا كده اللي يعمل حاجة يستاهل احنا دلوقتي انا عايز رأي سيدنا من رأي ربنا يعني عايز يكون رأي ربنا على لسان سيدنا تفضل لا بس طول بالك كل... عليا بقى يعني انت عمال تكلمني على ما قبل الزواج بيوم الزواج بس ما بتكلمنيش على من 2011 ل2024 يعني من 13 سنة ايه لك انا مش هحكم على حاجه من 2011 من غير ما اعرف تفاصيل ال 13 سنه الوضع كله مشاكل يا سيدنا والمشاكل مشاكل كبيره وحبسنا بعضينا هي حبستني وانا حبستها و... وتعدينا على بعض وحاجات كتيرة قوي مشاكل كبيره خالص تعديتوا على بعض ولا ضربتها تقصد احنا اللي تعدينا <applause> بس على بعض نكملها يعني شويه لا 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 <applause> ان ضربتها بايد بتضرب بايديها الاثنين <applause> طب ما هو طبيعي عشان انت الايد الواحده قويه وايديها الاثنين ضعاف يعني ف طيب وبعدين هي, هي وصل... وصلتني لغايه من ان انا جاني انسداد في الشرايين القلب كلها بالكامل حضرتك عندك كم سنه؟ 45 <applause> لا طبعا ربنا يديك الصحه طيب ومعايا 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 خمس اطفال خمس اطفال ربنا يخليهم وخمس اطفال yeah. فوق رز بعضيهم اه oh, جم ورا بعض مسؤوليه كبيره جدا امم امم ومفيش حل لينا في موضوع طلقات خالص ومشيت ومشي مرتين وكل مره بتقعد فيها سنه طيب قول لي ايه طلبات وبتر... حضرتك؟ أنا عايز أعرف أنا موقفي إيه مع ربنا وأنا مش عايز أغضب ربنا أنا مش عايز أغضب ربنا يعني أنا عايز رأي سيدنا من رأي الكنيسة أنا واحدة مراتي رافضاني وأنا رافضها أنا كل يوم ب... كل يوم يا سيدنا هي بتقتلني وأنا كل يوم بقتلها بالفكر يعني أنا كل خمس دقايق بتمنالها لها الموت وهي كل خمس دقايق بتتمنى الموت بالفكر وهي دي خطية كأنها حقيقة قدراتك المادية إيه؟ قدراتي الماديه كانت كانت خد بالك يا سيدنا من كلمه كانت دي كانت معيشها في طبعه غير طبقتها خالص يعني ولما أول لما الاجتماعي و... مختلف اه طبعا خالص خالص برضه تستاهل ماشي <تصفيق> 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 انا بقول تستاهل مش انا اضايق حضرتك انا بدي لا 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 لا, لا, لا بالعكس بالعكس سيدنا بالعكس انا انا اللي غلطت انا اللي غلطت ان انا ما جبتش انت في قلبي ولك بكاله يعني انا متعاطف معاك جدا بس لما بقول الكلام ده انا ببعتها رساله لاولادنا للي بيتفرجوا يعني علينا بقول كده بتاخدك كنموذج يا ولادي خلي بالكم يعني لما بيبقى في فرق اجتماعي هيبقى لها تبعات كلها مشاكل لما بيبقى في مشاكل في الخطوبه لها تبعاتها اكبر واعمق في الزواج عشان كده بقول بس سهل دي عشان اللي بيسمع يتخض ويحرص كل الحرص ويستفيد من تجربه حضرتك أنا من ضمن الاسباب يا سيدنا انا بسالها بقول لها طب انت اتجوزتيني ليه؟ قالت انا اتجوزتك علشان انت كنت هتعيشني وتعمل لي وتسويني بس. وتجيب لي وقلت لها طب وبعدين ايه اللي حصل يعني ليه كده؟ قالت لي ما انا خدت خازوق امم انا اسف انا اسف في يعني لا معلش طب عايز اقول حاجة حبيبي انت قلت اما كلمتك عن امكانياتك الماديه قلت كانت اه, آه لا ما هي الظروف دلوقتي سيدنا ما هو انا معايا خمسه وهي سته يعني إحنا بتصرف ع... عليهم حتى وهم مش معاك؟ لا ما هم مش معايا هم موجودين، مفيش حاجه اسمها مش معايا انا طيب. ما اقدرش استغنى عن, عن 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 العيال. طيب. انا كل ما بتحصل مشكله يا سيدنا كل ما بتحصل مشكله انا هي ضغط عليا بحاجه واحده ان هي عارفه ان انا العيال ما اعرفش استغنى عنهم. هي عارفه وواثقه دي مليون المية ان انا العيال ما اعرفش استغنى عنهم ولو ثواني وممكن تسيبهم لي وتمشي. يعني ممكن تسيب لي العيال وتمشي وانا اقعد بالعيال هي عارفه ان انا من غير العيال ما اعرفش اعيش والعيال من غيرك أ... ما يعرفوش يعيشوا وعارفه لا العيال ممكن يعيشوا من غير ان, إن هم لسه لا اطفال لا 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 حبيبي استنى هم أستنى. لسه اطفال وهي كمان لا يا, يا حبيبي وجود الاب في حياه الاولاد ضروري وحتمي طب ما انا هقول لك يا سيدنا هي بتعمل ايه بقى ما انا بقى مشكلتي في ان هي بتكون ما هي موجوده مع الاطفال شوفوا أبوكم, ابوكم 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 ايه مش ابوكم ده راجل كويس ولا ابوكم ده ولا ربنا خلا لا ده ابوكم ده راجل وحش ابوكم ده بيعمل ابوكم ده بيسوي امم يعني هي طمها قاعده بتحفظ العيال ان ابوكم ده راجل مجرم وانا ما عنديش استعداد ان انا اغضب ربنا واشوف سكه تاني بس عايز اقول لك حاجه حبيبي اتفضل يا سيدنا ممكن تقول لي عايزاه أقول لك كلامنا إيه أكملك حبيبي إنما كلامها ده ممكن يبقى ليه تأثير في حالتين أيوة. الحالة الأولى إذا كانت هي عايشة معاهم بعيد عنك ما هم مش شايفين معاملاتك والحالة الثانية إذا كانت هي موجودة في البيت أكمل لك يا حبيبي اتفضل يا سيدي الحالة الثانية إذا كانوا شايفين منك يتطابق مع اللي بتقوله انما لو انت عايش معاهم و بتقدم اهتمام للاولاد حلو وحب للاولاد تقول مهما تقول هم شايفين عكس كده فحافظ على علاقتك الطيبه باولادك رغم تسميم الزوجه لافكارهم حسب ما انت بتقول يعني فأنا انا رايي يا ابني ظروفك الصحيه كمان حافظ على صحتك ما تخشش في مناوشات ما تخشش في صدمات حته ان انت تغلط بره لا انت الابديه تبقى هي الهدف الاساسي اذا كنت لم تعش سعيدا في زواجك على الاقل فكر في سعادتك الابديه فاوعى يعني تخسرها هنا وتخسر هناك فحافظ يا ابني على علاقتك بربنا هيديك امكانيه التعامل الافضل وهيديك امكانيه الاحتمال الاكثر إيه لا انت هتقدر تعيش بعيد عن ولادك ولادك يعيشوا بعيد عنك انما هتكمل المسيره بقى حياتك وخلي بالك من صحتك. انا بشكرك ومتهيال يا سيدنا انه النوعيه دي من المشاكل ممكن يبقى ليها حل في القانون الجديد على ما اعتقد لكن طبعا وجود خمس اطفال بس مش قادر يسيب عياله اه طبعا وانا طلاق يعني انا بقول بقى هنا زوج هيضحي وزوج هيضحي من اجل الاولاد في فرق انه ما عندهمش عيال او عندهم طفل صح صح عندهم خمس عيال دول هيضيعوا في الشارع لو سابوا بعضه أحكام محكمة هتعيش لوحدها بالخمسة إزاي وهو مش قادر يعيش هيعيشوا في صراعات في المحاكم هو عايز العيال وهي عايز العيال ده حقيقي طيب سريعا كده سيدنا هاخد رسالة جاية لنا من فترة السيدة دي عندها مشكلة كبيرة هي من من ألمانيا بتقول سلام ونعمة سيدنا أنا مقيمة في ألمانيا اتجوزت من عشر سنين من شخص سوري الجنسية كوري سوري سوري اه لكن دون وثيقة زواج فيش جواز مدني يعني آه وفي بداية الزواج حصل مشاكل كتير من تدخلات من أهله ومن أصحابه لأنه ما كانش بيحط حدود لأهله أو صحابه بل كان بيحكي ليهم كل تفاصيل حياتنا الزوجية وما يحدث بالبيت حدث في مرة أنه أتى البيت ومعه صديق له وشربه خمور آه وقال أنه عنده مشوار ولما واجهته أن ده غير صحيح أنه يعمل كده آه، انه يسيب صاحبه في البيت هو عنده مشوار عايز يمشي ويسيب صاحبه في البيت قال ان ده عادي وإن مكبره الموضوع وحدث ان تجرأ عليه اكتر من مره من ناس من اصدقائه وانه له علاقات نسائيه كتير فهو عنده برنامج للتعارف على البنات آه، وانه بيحكي كل تفاصيل حياتنا الزوجيه والاسريه لكل اصدقائه وقد تعرضت منه من اسرته للعنف من ضرب واهانه ليا والأولادي اكتر من مره. ولما واجهته لأن ده تسبب في إن الدولة بترفع قضية لإنفصالنا خوفا من الإضطهاد ضد الأطفال والعنف، تدخلت الكنيسة لإصلاح الموقف لكن قرر أخذ شقة أخرى في نفس المنطقة غير منزلي. والكنيسة لما عرفت بدعة بيته لأن الزوجين لازم يكونوا في نفس المنزل لكنه آه عند وجود ضغوط عليه آه لا يتحمل أي مسؤولية ويلجأ إلى بيته ولا بيسأل عليا لا أنا ولا أطفاله وبيغيب بالشهرين والتلاتة دون علمي مدة جلوسه معانا عشر أيام فقط حاول مرارا وتكرارا أن الدولة تاخد مني أطفالي بحجة أنه مش مئتمني على الأطفال وهو لا يريد أخذهم بل الدولة تاخدهم وقد دخلت معه أربع مرات للمحكمة والآن الأطفال معي تدخلت الكنيسة مرارا وتكرارا من كهنة ورهبان وسيدنا نفسه وفقا لمحل سكنه لكن دون جدوى يعني سيدنا اللي ماسك المنطقه اللي فيها محل سكنه بل وكان يرفض اخذنا انا واطفالي للكنيسه بحجه انه غير مسؤول عننا بل مسؤول عن خلاص نفسه فقط وانه لا يعاقب امام الله الا عن افعاله دون مسؤوليه تجاه الاطفال او تجاهي كما انه في الفتره الاخيره قام بتصويري بملابسي في البيت وقام بارسال الفيديو لكل اهله واصدقائه كما عرضوا على جروب ايه يعني تجمع عليه نمر ناس في الكنيسة مش هينفع أقول الجروب إيه يعني. ولأن الكنيسة في كل مرة بتحاول إرجاعنا لبعضنا كما تدخل سيدنا أكتر من مرة وفي آخر مرة حاولوا التفاهم معاه لعمل عقد زواج لكنه رفض رفض نهائي أمام كل الآباء وفي أثناء ذلك اكتشفت إنه بيكتب رسالة لامرأة أخرى على صفحته بالتيك توك بيناشدها بالرجوع له وإنه مستنيها وعند مواجهته انكر وحاول مسح الرسائل من صفحته لكن انا عندي كل الصور على الصفحه. تقدمت للاب المسؤول عن الاحوال الشخصيه وسيدنا لكن الكل لا يريد مساعدتي فماذا افعل انا لا اعرف اذا كنت متزوجه ام لا. الان الدوله لا تعترف بالصلاه وبالكنيسه ليس لي عقد زواج انا ام لثلاث اطفال بنتي الكبرى تسع سنين وابني ثمان سنين وبنتي عندها الصغيره اربع سنين. ماساه. هو <applause> احنا مش في مصر احنا في المانيا إيه العلاقه مقننه امام القانون حتى لو ما فيش عقد زواج اه يعني معترف بيها اه طبعا مقننه امام القانون كحتى جيرل فريند او يعني صديقه عايشه معاه وهنا مع سنوات العلاقه لا حقوق عنده حتى لو ما فيش جواز بدري لازم برضه الكنيسه تساعد ولادها بالفكر القانوني تجيب لهم حد يشرح لهم ده فهي حقوق ماديه لانها مرتبطه بيه وانجبت منه والادله هي عنده ايا كان الاولاد الموجودين يعني م. النهارده هو ماشي منحرف وفي تاكيد انه منحرف لا هي عايزه تسيبه وتقدر تلجا للقضاء وسهل جدا ان القضاء يفصل بينهم مع اعطاء الاولاد ويعطاها كل حقوقها كامله يعني فكرة إن الكنيسة بتتدخل علشان تصلح ما بينهم ما تمنعش أبداً إمكانية إنها تنفصل عنه يعني سوري الكنيسة ترجحها إزاي؟ الكنيسة إنه تايب يعني؟ هو نرجحه وخلاص؟ لا ده بيعمل تصرفات غريبة جداً يعني تصرفات غريبة جداً يعني بس خلي بالنا دايماً ننسي إحنا بنسمع لطرف طرف واحد م. ربما الكنيسه هناك سمعة للطرفين لا هو اللي ارسل الرساله دي في الواقع هو اب كاهن يعني هو الاب اللي بيتابع معها الحاله دي لا يا ابونا نساعدوها شوفوا لها حد على فكره لو كانت إمكاناتها المحدوده لا تسمح بانها تعين محامي الدوله بتعين محامي للاسر الغير قادره والمحامي يجيب لها كل حقوقها لها حقوق ماديه عنده لانها عندها اولاد ولا أخره وتقدر الدوله تعلن انفصالهم الكامل حتى لو فيش جواز مدني طب ارجو يا ابونا قدسك تكون سمعت الرد ولو في اي استفسار ابعت لنا واحنا هنبعت ابونا يكلمني مباشر او هبعت رقم ويرجع لحد قانوني يعني. من اولادنا هناك في المانيا دلوقتي بقى لنا جاليه كبيره قوي هيبقى في محامين من اولادنا اللقبات ان لم يكن في نفس المنطقه هيبقى في منطقه اخرى طيب هختم برسالة مهمة قوي وسريعة يا سيدنا احنا بقى لنا دقيقتين تقريبا اتفضلي آه مساء الخير استاذه نانسي كل سنه طيبه انا دكتوره في احدى المستشفيات اللي بتتعامل مع حالات الايدز آه. اتمنى من برنامجنا المحبوب انا وبيتي وسيدنا حبيبنا نيافت الحبر الجليل انبا بولا تشيروا لكذا نقطه البلاد العربيه والاجنبيه مملوءه بمصابين بالايدز ركزوا في الكلام ده واللي بنلاحظه ان البعض من المصابين ليهم هدف انه ينشر المرض للغير عن قصد الاهل يجب متابعه الابن المسافر للشغل دينيا وتوصيته بالبعد عن الخطيه وان المرض ده هيضيع حياته مش هيعرف يكون اسره ولا هيبقاله ابناء طبيعيين بسهوله البنات اللي بيفرحوا بشباب عايش في الكويت بيتقدم لها او شاب بيشتغل في السياحه او شاب متعدد العلاقات واعترف لها خدي بالك اغلب المصابين مش هيفضحوا نفسهم وفي اللي بيتجوز ومراته تتفاجئ انها مصابه بعد كام شهر لازم تتاكد قبل الزو... الزواج بالتحاليل يا ريت المعلومات دي تفوق الناس لاننا شفنا اهالي بتبكي على اولادها ومتزوجات واطفال مصابات دون ذنب والمرض ليس له علاج بشكرك بشكرك وانا بشكر الناس بصي يا حبيبتي يعني هو انا عايز اذكر نفسي كاسقف في طنطا عايز اذكر الكهنه اللي عندي في طنطا قبل ما اذكر الاباء الموقرين اعضاء المجمع المقدس وقبل ما اذكر الاباء الكهنه في كنايسهم سبق وصدر قرار من المجمع المقدس ان كل قادم من خارج مصر للزواج في مصر وده قرار مجمع مقدس يتم فحصه فيما يخص الايدز يعني يا بتوع طنطا وبقول طنطا الاول اهو يا كل الكرازه المرقصية ده قرار مجمع وهنا ابنك اللي جاي من بره مش هيزعل منك لان ما فيش شك ان الايدز اللي بيدخل مصر هو وارد من خارج مصر ده حقيقي وطبعا لما حضرتها انا بشكرها الدكتوره لما بتتكلم العربيه العربيه زي ما كنا في مشكله من شويه هو بنتكلم على الجنسيات بتاع شرق اسيا اللي موجودين هناك والاجنبيه ابننا ده اللي راح بعيد عن الكنيسه غرقان م. واحيانا بيروحوا يمارسوا علاقات جنسيه في اماكن مخصصه لكده دون احتراس بيتنقل امراض فأتمنى اتمنى ان المجمع ينتبه لده والاباء ينتبهوا لده كل من هو قادم من خارج مصر لابد من عمل فحص الايدز. اشكرك جزيلا يا سيدنا وبشكر الدكتوره اللي كان عندها حرص انها تنقل لنا المعلومات المهمه دي عشان الناس تاخد بالها وتفوق وده لن يفتك اتكلمت عليه بكل تفصيل قبل كده. بشكرك جزيلا يا سيدنا على الوقت الحلو اللي قضيناه دلوقتي في الحلقه وعلى كل الردود المقنعه اللي فيها تفاصيل مهمة جدا والحاسمة جدا بشكرك جزيلا وبشكرك على انك بتريح الناس يا سيدنا وفعلا الناس محتاجه كده الايام دي الف شكر يافت الحبر الجليل الأمبولا ومطران طنطا وكل توابعها الف شكر بشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده تخطينا وقتنا سريعا بشكركم وسريعا بقول لكم اللي فاتوا الحلقه يقدر يتابعها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه الخاصه بالقناه صفحه انا وبيتي وصفحه قناه ميسات بشكركم والى اللقاء